ستين طبوب ثو أقص من تواجيو إفانجيليوم مرات جبس نيخ نبران شنتني قوم كيري ولقصون توكاتا يانا نجي إفانجيليو أنا نصما زوكسا سيكيري أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته بركاته على جميعنا أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني وأنا خير لي الالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون هللويا فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الشيصدا الرب عن يمينك بان تضاول الباب المعظم أنبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أسقفنا المكرم أنبات مديوس الرب يحفظ لنا حياتكما ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب هذا المثل قاله لهم يسوع
وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمعوا صوتي وتكون راعيتان واحدتان لراع واحدين.